أهلا بكم من جديد إلى نتائج الشركات، حيث استطاعت شركة ألفابت الأمريكية أن تتغلب على تأثير الأزمة الاقتصادية من خلال تسجيلها لأداء قوي في الربع الأول من هذا العام متجاوزة توقعات المحللين. فسجلت الشركة مبيعات فصلية بنحو 69 مليار دولار، فيما بلغت ربحية السهم في الربع الأول من العام $1.17 لكل سهم، في حين كانت التوقعات تشير إلى ربحية السهم عند $1.07، وذلك رغم تراجعا طفيفا في الأرباح بأقل من 1%، حيث بلغت 15 مليار دولار. وبدعم من وحدة الحوسبة السحابية، تجاوزت أرباح شركة مايكروسوفت توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام. سجلت مايكروسوفت ربحية بلغت $2.45 للسهم، أي أعلى من متوسط توقعات المحللين في استطلاع بلومبرج عند $2.23 للسهم. وحققت الشركة مبيعات فصلية ب 52 مليار و900 مليون دولار، أي بنمو بلغ 7% على أساس سنوي وأعلى من توقعات المحللين البالغة 51 مليار دولار. وقالت مايكروسوفت أن مبيعاتها ارتفعت من البرمجيات الإنتاجية مثل منتجات الحوسبة السحابية التجارية أزور وتطبيقات أوفيس بنسبة 22% لتصل إلى 28.5 مليار دولار. إذن نتحدث عن هذه النتائج المالية، ما دلالات هذه النتائج وتأثيرها على تداولات الأسواق الأمريكية وعلى تحركات أسهم التكنولوجيا وعلى مؤشر ناسداك، وكل هذه الأخبار مع زميل محمد زيدان المحلل المالي لدى اقتصاد الشرق. محمد إليك الكلمة. شكرا نور. نتائج إيجابية لشركات التكنولوجيا أعلى من توقعات الأسواق أو متوسط توقعات الأسواق، ولكن الأسواق كانت تخفض توقعاتها لربحية هذه الشركات منذ العام الماضي ومنذ بداية الفيدرال الأمريكي في سياسة نقدية تشددية. أمامنا معدلات نمو الإيرادات شركة مايكروسوفت وألفابت، مايكروسوفت باللون الأبيض وشركة ألفابت باللون الأزرق. واضح أن مايكروسوفت تفوقت في معدل نمو إيراداتها عن ألفابت، وشايفين أن 7% بينما ألفابت 2%. وكمان أيضا إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن إيرادات مايكروسوفت أكثر استقرارا من أو معدل نمو الإيرادات أكثر استقرارا من ألفابت وبشكل ملحوظ، وده يعطي أولوية أو يعطي قيمة أيضا لشركة مايكروسوفت. الأهم من ذلك، يمكن أن نستخدم إيرادات معدلات نمو إيرادات شركات التكنولوجيا كإشارة استباقية لأي دخول أو دخول ركود اقتصادي. باللون الأحمر مظلل هي الفترات اللي مر فيها الاقتصاد الأمريكي بمراحل ركود، أمامنا 2008 وأمامنا جائحة كورونا. قبل كل ركود نجد أن معدل نمو إيرادات شركات التكنولوجيا تنخفض وبشكل ملحوظ. هذا النمط تكرر أيضا في جائحة كورونا أو ما قبل جائحة كورونا، انخفاض في معدلات نمو الإيرادات. الآن بشكل عام منذ العام الماضي حتى الآن واضح أن هذه الشركات انخفضت معدلات نمو إيراداتها، قد تكون إشارة استباقية بأن الركود قد يكون سيناريو محتمل في خلال الفترة القادمة. من هو أكثر ربحية؟ مايكروسوفت أو ألفابت؟ واضح أن مايكروسوفت كانت أكثر فعالية في إدارة إيرادتها عن ألفابت. مايكروسوفت هامش الربحية الإجمالي حوالي 69% ونصف، بينما ألفابت 56%، أي كل 10 دولارات تدخل مايكروسوفت لديها قدرة أن تحقق ربح يقارب 7 دولار منه، بينما ألفابت لديها قدرة أن تحقق حوالي 5 دولارات من هذه الربحية أو من هذه الإيرادات. فبالتالي واضح أن تفوق مايكروسوفت على ألفابت في الآونة الأخيرة، هذا لم يكن سابقا، هذا فقط في الآونة الأخيرة، لذلك الأسواق لحد ما تفاعلت إيجابيا في تداولات يوم أمس مع مايكروسوفت، خاصة بعد إعلان نتائج الأرباح. ماذا عن التقييمات؟ مايكروسوفت هي الأغلى مقارنة بمتوسط تقييمات شركات أو قطاع التكنولوجي في الولايات المتحدة. باللون الأصفر مكرر ربحية المؤشر ناسداك، هو المتوسط مكرر ربحية. باللون الأزرق 29 مرة هو لمايكروسوفت مكرر ربحيتها، بينما ألفابت 21 مرة. يوم أمس أيضا كان هناك في حديث المديرين التنفيذيين شيء تقبلت الأسواق بشكل مختلف. ألفابت اعتبر أن الذكاء الاصطناعي هو تطور للصناعة، وقد يكون وأن ألفابت ستتبناه في كلا الأحوال، بينما مايكروسوفت رأيت أن الذكاء الاصطناعي سيكون تحول هيكلي ومحوري خلال في الصناعة خلال الفترة القادمة، وهذا أيضا أعطى أولوية لمايكروسوفت. لماذا تدفع الأسواق علاوة أعلى لمايكروسوفت عن ألفابت؟ ألفابت تعتمد على محركات البحث والإعلانات الإلكترونية،
مايكروسوفت هي شركة متنوعة إيراداتها من صناعة حواسب وتطبيقات، وأيضا تنافس الآن في الذكاء الاصطناعي وتنافس في محركات البحث. عودة إليكم. شكرا لك محمد على هذه النظرة على نتائج هذه الشركات حول يعني موسم النتائج في وول ستريت. نتحدث مع ضيفنا من لندن دارين سايندن، محلل أسواق في ماكرو رود ديسياك. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، مقطوع اسم الشركة. سيد دارين، يعني دعنا نتحدث بداية عن موسم النتائج. هذه النتائج جاءت بعد إغلاقات السوق، اليوم عم نشوف العقود الآجلة عم تتفاعل إيجابا مع هذه النتائج، والأسهم تحقق ارتفاعات لافتة. أيضا السوق كان يترقب باهتمام هذه النتائج، شو الدلالات اللي أعطتكم إياها؟ النتيجة الأساسية التي نستنتجها من مايكروسوفت وألفابت يوم أمس هو التفوق على توقعات الأرباح والنظرة المستقبلية الإيجابية لدى الشركتين. النتائج المتوقعة من الكثير من الشركات لدى المحللين هذه التوقعات منخفضة، وبالتالي لم يكن من الصعب التفوق على توقعات الأرباح، لكن كل من جوجل ومايكروسوفت تجاوزا توقعات بهامش واضح، وأظهر أن هناك طلبا عاليا على خدماتهما. فمايكروسوفت تعمل بصورة أساسية في الحوسبة السحابية، وفي جوجل رأينا زيادة كبيرة في الإيرادات من الإعلانات، ولم يكن الكثير من الناس يتوقعون ذلك. إذن هذه إشارة إيجابية، وقد تشير إلى أن الأمور في الاقتصاد الأمريكي ليست بالسوء الذي كان يتحدث عنه البعض. دارين، الآن في هناك يعني نوع من زخم في أسهم التكنولوجيا رغم التوقعات التي كنا يعني نتابعها، كان في نوع من القلق قبل أن تبدأ هذه النتائج بالصدور. إلى أي مدى من الممكن القول أيضا ما يحدث من تطورات تكنولوجية سريعة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هذه التطبيقات التي يتم الإعلان عنها تباعا أو التي يتم تطويرها أو الحديث عن أنه سيتم تطويرها، إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه الأخبار داعمة للمعنويات بعيدا عن أساسيات الشركة والفاندمنتلز لهذه الشركات التكنولوجية مثل مايكروسوفت؟ هي داعمة بالتأكيد، لكن عندما ننظر إلى شركة مثل إنفيديا يجب أن نتساءل ما إذا كان الحديث الكبير عن الذكاء الاصطناعي محتسبا بالكامل في السوق أم لا. سيتحقق النمو بسببها، وبالنسبة لبعض شركات التكنولوجيا هذا الأمر سيتسبب بالأرباح الطائلة، لكن قد يكون هناك تأخر زمني بين ما هو متوقع وما سيتحقق فعليا. حاليا مايكروسوفت تنفق الكثير من المال على تشات جي بي تي 3، وربما لا تحقق الثمار المطلوبة. هذا الأمر سيحصل في المستقبل مع بعض التأخر، قد يحصل هذا الأمر بعد عام أو عامين قبل أن نرى التأثير الإيجابي من هذه الاستثمارات على أرباح هذه الشركات التكنولوجية. وبعض الشركات لن تتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة في الوقت المطلوب، ونتائجها أو منتجاتها لن تكون كما هو متوقع، لكن بالتأكيد سنكون أمام رابحين وخاسرين في سوق الذكاء الاصطناعي إذا جاز التعبير. طيب هذا بالنسبة لأسهم التكنولوجيا مع يعني نتائج أمس. فيرست ريبابليك أيضا عكست مرة أخرى المخاوف في الأسواق من أنه أزمة المصارف لم تنتهي بعد، يعني هل هذا وارد باحتمال كبير برأيك، وهل الأمر نفسه ينطبق في أوروبا؟ هذا وارد، كنا نتحدث عن البنوك الإقليمية في أمريكا وانكشافها على القروض في القطاع العقاري التجاري، وهذا يشكل متاعب بالنسبة للبنوك الصغيرة. وبما أن شركات التطوير العقاري ستريد إعادة التمويل مع وجود ضغط في السوق الائتمانية، هذا يعني أننا سنكون أمام مشكلة، وهذا يعني أن خسائر
بعض البنوك الإقليمية ستكون كبيرة. بالنسبة للبنوك الأوروبية، أنا أشكك في ميزانيات بعض البنوك ضعيفة في إيطاليا وإسبانيا، وبالتالي ربما قد نرى المزيد من المشاكل في البنوك الأوروبية، ولكن البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بسرعة للمحاولة من حد من تأثير هذه المشاكل، وهو لا يريد أن نرى أزمة مشابهة لما حصل في اليونان قبل 10 سنوات، أو أن يكون هناك اندفاع للحصول على الودائع كما حصل في 2008 بعد الأزمة المالية العالمية. إذن هذا الأمر وارد، لكن على الأغلب الجهات الناظمة ستتحرك لاحتواء هذا الأمر بسرعة. دارين، فيما يتعلق بتأثر القطاعات التي نتكلم عنها، القطاع المصرفي من جهة، قطاع التكنولوجيا من جهة أخرى، في بالنسبة لمعادلات الفائدة وقرارات البنوك المركزية، في السابق كنا نتحدث أنه كل مرة يتم الحديث عن أنه من الإمكانية أن يكون هناك تخفيفا في وتيرة التشديد، أو حتى ربما الذهاب إلى تيسير نقدي بنهاية العام. هذا كان يدعم المعنويات بالنسبة للأسهم التكنولوجية وأسهم شركات النمو، تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض من أجل توسعة أعمالها. بالمقابل كان هناك هوامش ربحية تتحسن لبعض البنوك في القطاع المصرفي، ولكن الكريدت كرانش الأخيرة أو أزمة الائتمان الأخيرة كانت قد زادت من القلق من هذه المستويات المرتفعة للفائدة. أين نقف الآن؟ التوازن باتجاه أي جهة؟ هناك عامل جديد يجب أخذه بالحسبان. ربما سيكون هناك استقطاب في القطاع المصرفي. البنوك الكبيرة مثل بانك أوف أمريكا وجي بي مورغان وهذا النوع من المؤسسات الكبيرة هي ستستفيد مستقبلاً على حساب البنوك الإقليمية الأصغر حجماً. مثلاً رأينا الودائع تخرج إلى البنوك الكبيرة وأسواق النقد، والبنوك الكبيرة هي من يدير صناديق أسواق النقد وهي تلقت الأموال التي خرجت من البنوك الصغيرة والإقليمية. إذن يمكن القول إلى أننا لا يجب أن ننظر إلى السوق بأكملها، بل لابد أن ننتقي الأسهم وأن نرى من هو الرابح ومن هو الخاسر، عوضا عن أن نعامل كل القطاع على أنه مؤشر واحد. هذه السوق تسمح لمن ينتقي الأسهم بأن يحقق أرباحا أكبر، وهذا الأمر سيظل قائما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا. دارين، يعني الكل يتحدث الآن كما أشرت في نهاية هذا الحديث على أنه لا يمكن أن نظر للسوق على أنها قطاع واحد. الانتقائية ضرورية في مثل هذه المرحلة، الكل يردد هذه الكلمة. هل هذا يعني أنه لازلنا أن حالة الاضطراب في الأسواق أو التقلبات ستستمر لفترة أطول، وبالتالي يجب أن ننظر بهذه الانتقائية للأسهم؟ يجب أن نكون انتقائيين، لكن ليس هناك اضطرابات في السوق برأيي، وإنما أعتقد أننا قد تجاوزنا مرحلة الفائدة الصفرية، وآمل أن لا نعود إلى تلك المرحلة، ونحن بانتظار النموذج الجديد الذي سيسود أو النظام الجديد الذي سيسود وكيف سيستقر. الأمر سيتوقف على توقيت توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة والسرعة التي سيخفض بها الفائدة. هذا الأمر أيضا سوف يتوقف إلى حد كبير على مسار التضخم. رأينا أسعار النفط تتراجع مؤخرا، وهذا الأمر يمكن أن يساعد في تخفيض التضخم، لكن التضخم الأساسي في المملكة المتحدة لا يشمل أسعار الطاقة. إذن هناك علامات استفهام ما تزال قائمة بخصوص مدى سرعة لجوء الفيدرالي إلى تسهيل السياسة النقدية مجددا، أو على الأقل توقف عن رفع الفائدة قبل خفضها. لكن مع تزايد الوضوح في الاتجاه، ساعتها سنحدد ما الذي سيحصل في 12 شهرا من الآن، وما هي الأسهم الفردية التي يمكن أن تستفيد من النظام الاقتصادي الجديد. دارين سندن، محلل الأسواق المالية في ماكرو ديزياك، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرقي مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة مؤشرات الشرق، معي أنا نور عماشة.